معظم العربيات اللي حوالينا يعني كان بيركبها الملك مثلا، رايح الصلاة، رايح يفتح حاجة، عربيات عادية. لكن ايه أهمية هذه السيارة؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو لما بيروح مثلا صلاة الجمعة مش محتاج للهيلمان ده كله، فكان بيركب العربية الحنطور العادية خالص، سودا، وزي العربيات الحنطور المعاصرة لينا دلوقتي. العربية دي بالذات هي شبه الحنطور، بس دي اسمها الدوق. دي كانت اللي بيروح بيها للمحمل. احتفالية المحمل كانت بتتعمل في القلعة، وكان بيخرج بيها الموكب كله من الجمال المحملة بالكسوة الكعبة والهدايا اللي رايحة السعودية وكل الحاجات دي. فكان ده لازم الملك يروح ويقف ويمسك اللجام بتاع الملك الجمل الأصلي ويسلمه لأمير المحمل اللي هو بيبقى واحد من كبار الضباط اللي هو بيبقى مسؤول عن توصيل المحمل لغاية مكة. ليه مصر كانت هي اللي المحمل؟ المحمل بيطلع من مصر. قصة المحمل يا دكتور. المحمل وكسوة الكعبة بتطلع من مصر من أيام من قديم الزمان، من أيام شجرة الدر. يعني دي حاجة مش من أيام أسرة محمد علي بس، وفضلت تخرج من يعني تقريبا بدون توقف الا لما حصل، يعني كان بيحصل مثلا حروب او مشاكل او حاجات يعني خارجه عن الاراده كان بيوقف المحمل. بس العادي ان كان المحمل لازم يخرج كل سنه من مصر ويمشي مع، وهي المحمل يعني يحمل قصه كسوه الكعبه، يحمل كسوه الكعبه. لا، وكسوه الكعبه مش بس ده، في حاجات تانية كتير بتروح معاها. كان بيروح يعني هدايا، وفي حاجات بتروح للتكيه المصريه في مكه، والتكيه المصريه في المدينه. التكيه المصريه دي كانت بتوكل الحجاج والمعتمرين تقريبا طول السنه على حساب الحكومه المصريه وحساب الملك المصري. وكسوة الكعبة طبعا قبل موسم الحج كانت بتسافر كل بتطلع سنة، بتطلع من رمضان وتبتدي تتحرك على السعودية. بتمشي بقى من سيناء، أو ساعات كانت ياخدوا مراكب من السويس على حسب خط السير بتاعها. فدي عربية المحمل. دي العربية يركب فيها الملك مين؟ الملك ورئيس الملك ورئيس الوزراء كانوا بيركبوا هما الاثنين في العربيه دي علشان يروحوا ميدان الرميله اللي هو بيطلع منه، اللي هو عند القلعه، عشان يطلع منه موكب المحمل.